ومن باريس تنضم إلينا مراسلتنا عزة غريبة. عزة أهلا بك من جديد، هل ثمة جديد فيما يتعلق بصحة الرئيس، بكيفية إدارة الأعمال وما شابه؟ نعم روج، الإليزي يؤكد أن صحة الرئيس بخير وإن كان مصابا بفيروس كورونا، لكن الأعراض طفيفة بدأت تظهر ليلة أمس، وأجرى الاختبار صباح اليوم ووضع نفسه في عزل ذاتي نتيجة الاختبار الإيجابي، ولكنه يمارس مهامه الرئاسية على أكمل وجه. هو موجود في قصر الإليزي الآن داخل اجتماع عمل يعقده مع وزرائه الذين وصلوا أيضا إلى القصر الرئاسي، ولكنهم يجلسون في قاعة ثانية، ويجري التواصل بين القاعتين عبر تقنية الفيديو، وكذلك سيجري الاجتماعات الأخرى خلال هذا النهار، ولكنه سيلغي تحركاته خاصة الخارجية منها وزيارته إلى لبنان الأسبوع المقبل كما ذكرت. الآن البحث يجري عن حالات المخالطة، زوجة الرئيس إذا وضعت في عزل ذاتي، وكذلك الوزراء الذين اختلط بهم في الفترة الأخيرة، وأيضا الضيوف الأجانب وأبرزهم رئيس وزراء إسبانيا الذي تناول الغداء مع ماكرون. وربما هذه الفقرة البروتوكولية إنجاز التعبير، وهي غداء العمل الذي كان قد تكرر في الأسبوع الماضي، هي من تطرح تساؤلات بالنسبة لنقل الفيروس للرئيس، لأنه في أثناء تناول الطعام والاستغناء عن الكمامة ربما يتم انتقال الفيروس بسهولة أكبر بحسب الدراسات الطبية. نعم. في كل الأحوال الإليزي يؤكد بأن الرئيس يقوم بمهامه على أكمل وجه، وبأن صحته تخضع للمراقبة الحثيثة. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات من باريس، مراسلتنا عزة غريبة.